واخيرا لعبه فورتنايت على جهاز الاندرويد. مثل ما تشوفون امامكم لعبه فورتنايت على الجالكسي اس 9 بلس. اوكي جيم بلاي الاول، ارقص يلا. طبعا فرحه فرحه، الرقصه الاولى لازم فرحه كامله على الجالكسي اس 9 بلس. واو شاشه رهيبه، الحجم كبير، الالوان، الجرافيك، واو. هاي السياره هم مال الموسم الخامس اتصور، حلو حلو والله. رابط التحميل راح تلقوه بالوصف، خليكم وياي. اول تجربه للعبه فورتنايت على جهاز الجالكسي اس 9 بلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وياكم علي العراقي. واخيرا تم اصدار لعبه فورتنايت على جهاز الاندرويد لجهاز محدد، حاليا الجالكسي اس 9 بلس وايضا جالكسي نوت 9. As you can see it is android. نعم على جهاز الاندرويد نزلت اللعبه. المطور اكس دي اي، راح تقول رابط بالوصف مال المطور همين. وحجم اللعبه همينه 90 ميجا بايت، حجمها صغير ما اعرف ايش عجب، بس هاي نسخه البيتا او الشيء المصغر لها يعني، فحجمها صغير. حاليا على الجالكسي اس 9 بلس شغاله طبيعيه. هنا القائمه الرئيسيه الاوتو فاير وهاي السوالف، التاب او تريد ترمي مثلا. زائدا واكيد سمعتوا بالخبر ان النوت 9 نزل، هواي قنوات عربيه كبيره شرحت عليه. فحاليا هذا الجيم بلاي على الجالكسي اس 9 بلس اس 9 زائد. اوكي فالاعدادات مال اللعبه صراحه مبين اللعبه حلوه وراقيه وحلوه على جهاز الاندرويد، بس صبرنا هواي وانتظرناها هواي. راح تلقون الرابط مال اللعبه ميديا فاير 90 ميجا بايت، زائدا على الميجا همينه 90 ميجا بايت. صراحه انا جربتها، نزلتها قبل يوم او يومين همينه. جاني اشعارات قديمه ما اقول لكم مين، انه اللعبه نزلت هذا المطور اكس دي اي ما ادري شو اسمه. انا هنا شفت الفيديو الاول، اول مره شفته قلت هذا الجالكسي نوت 9 يمكن، بس بعدين طلع انه جالكسي اس 9 بلس. اوكي الجيم بلاي الاول على جهاز الاندرويد، دا يجرب ودا يرقص فرحان فمكتوب هنا جيم بلاي اون اس 9 بلس. فعلى جهاز الاندرويد راح تشوفه انه احلى اوضح من الايفون. ليش؟ لان الشاشه كبيره، شاشه الاس 9 بلس كبيره، الجالكسي نوت هم يعني شاشته كبيره، فاللي راح يلعبها على الاندرويد راح يستمتع بيها. طبعا راح نشوف الجرافيك خارق. مثل ما ذكرت اللعبه حاليا مو رسميا، مجرد يعني نسخه من البيتا السربت يعني سربوها، فمو ما متاكد 100%، بس حاليا على الجالكسي اس 9 بلس زائد النوت 9 رسميا. يقولون اكو بعض الاجهزه تشغل، انا راح اعطيكم الاي بي كي راح تشوفوه بالوصف. صراحه انا حملت اللعبه يقول لي جهاز نصي بورد جي بي يو ما اعرف شنو هذا، فاللعبه حاليا ما تشتغل على جهازي، جهازي ما تعرفون مو اي جالكسي، هم جالكسي نظامه اندرويد 0.7. لحظه قلت 0.7 شنو هو؟ تحديث بابجي، تحديث الاندرويد عندي 7 يعني نوغي، تحديث النوغي رقم الاندرويد 7 عندي، بس ما تشتغل اللعبه على جهازي. راد انه جهاز حديث صراحه، راد انه جهاز جديد واقوى اقوى مواصفات اقوى. بس هذا هو حاليا الجيم بلاي الاول على جهاز الاندرويد الجالكسي اس 9 بلس. حلوه الرسومات، الجرافيك حلو، بس انا اللعبه صراحه ما خاش عقلي هواي، بس ان شاء الله انزل عليها لان هي عليها طلب هواي. فحاليا هذا هو الجيم بلاي، تشوفون الشاشه كبيره بالجالكسي، حلوه، اجمل بكثير من الحجم الموجود في اجهزه الايفون. صحيح الاجهزه الجديده مال الايفون حجمها كبير، بس مثل الجالكسي الجرافيك فول، الخيال موجود مال مركبه مال لاعب مال بنايات مال الاشجار، شيء حلو والله. الرابط اللعبه راح تلقوه بالوصف شباب، والموقع هم يعني فمن تنزل رسميا يجوز بعد شهر لو شهرين متاكد 100% راح تنزل. يعني انا اقول لكم الصراحه انه انا مقتنع 100% بشهر التاسع او شهر العاشر، بالعاشر بالزايد يعني ماكو شهر 11 و 12، لا شهر العاشر راح تنزل على جهاز الاندرويد بشكل رسمي ونهائيا، وراح تشتغل على اجهزه كثيره، هواي اجهزه راح تشغل فورتنايت. بس يقولون يعني الرام 2 جيجا بايت شغل اللعبه، مو 4 ولا 8 ولا 6، اللي عنده 6 8 هذا عايش ملك بدون تقطيع بدون لاج بدون هاي. فهي اللعبه حجمها 2 جيجا بايت وتشتغل على
جهاز رام الذاكرة العشوائية او الرام 2 جيجا بايت همينة تشتغل عليه. فحاليا شباب هذا هو اول جيم بلاي على جهاز الاندرويد للعبة فورتنايت موبايل. فورتنايت اول جيم بلاي للعبة هاي على اجهزة الاندرويد. اديتها مرتين يلا ماشي. فالجيم بلاي الاول كان بسيط عبالك تدريب، يعني هو مجرد هذا المطور ديراوين انه اللعبة نزلت، اللعبة راح تنزل واصدرت قريبا، وكافي انتظار يعني خلاص بعد ماكو انتظار للعبة راح تنزل وخلاص، وراح نشوف راح تطش عندنا لو لا، لان هي نزلت 3 شهور مدري 5 شهور، جمعوا 150 مليون دولار ارباح من الايفون بس. اذا تنزل على اندرويد ايش قد حيجيبون؟ يا 200 يا 500 مليون دولار، بال 500 واكثر يمكن، لان الاندرويد اكثر من الاي او اس، تعرفون هذا الشيء. اذا سامسونج موجوده، هواوي موجوده، شاومي موجوده، سوني موجوده، وما ننسى شركه اوبو وبلاك بيري والنوكيا هم موجوده. اذا شباب الى هنا نهايه الحلقه، فيديو تشويق للعبه انه نزلت اللعبه، تم تسريب الجيم بلاي الاول على جهاز الاندرويد، وان شاء الله راح نشوف اللينك قريبا سوف يكون التحميل. كان معكم علي العراقي، وطقونا بلايك للتشجيع، والسلام عليكم.